بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس بعضا فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اشتكت النار إلى ربها، إلى آخر الحديث، لا شك أن هذا يعد من أقوى الأدلة على أن النار والجنة مخلوقتان الآن موجودتان، وهذا هو يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. الأمر الآخر أن هذا الحوار سواء من الجنة أو من النار يعني ظاهره الحقيقة كما سنبين، فهي كلام ونطق حقيقي سوف نبينه عما قريب إن شاء الله تعالى. أما العبرة من هذا الحديث، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق لعباده دارين يجزيهم فيها بأعمالهم مع البقاء في الدارين من غير موت، وخلق دارا معجلة للأعمال، فدار الجزاء دار مؤجلة وهي دار الجنة أو النار، أما الدار المعجلة فهي دار للأعمال. الدار المؤجلة لا يكون فيها موت أبدا، يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة سرورا وفرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار هما وحزنا على حزنهم. فالدار التي هي دار الجزاء لا موت فيها، أما دار العمل ففيها موت وحياة. وابتلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدار بما أمرهم به ونهاهم عنه، وكلفهم فيها الإيمان بالغيب، ومنه الإيمان بالجزاء وبالدارين المخلوقتين للجزاء، وأنزل بذلك الكتب وأرسل به الرسل وأقام الأدلة الواضحة على الغيب الذي أمر بالإيمان به، وأقام علامات وأمارات تدل على وجود دار الجزاء. فإن إحدى الدارين المخلوقتين للجزاء دار نعيم محض لا يتوبه ألم، والأخرى دار عذاب محض لا يتوبه راحة. أما هذه الدار الثانية دار الدنيا فممزوجة بالنعيم والألم. الدار الأخرى الجنة ألم لا نعيم لا ألم فيه، أو النار عذاب وألم لا راحة فيه. أما دار الابتلاء فيمزج فيها النعيم بالألم، وذلك لحكمة كي يكون ما فيها من النعيم مذكرا بنعيم الجنة، وما فيها من الألم مذكرا بألم النار. ولذلك قال سبحانه وتعالى في حكمة خلق النار: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة، فجعل الغاية الأولى والعظمى من خلق النار في الدنيا أن تكون تذكرة، إذا رأيتموها ذكرتكم بنار الآخرة، مع الفضل والتفاوت الذي بينهما. ثم ثانيا متاعا، سواء للاستدفاء أو الاستضاءة أو لإنضاج الطعام أو غير ذلك من متاع وجوه التمتع بالنار في الدنيا. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الدار أشياء كثيرة تذكر بدار الغيب المؤجلة الباقية. ففي الدنيا أمور كثيرة جعلت علامات تذكرنا بالآخرة، سواء كان أمور تتعلق بالزمان أو بالمكان. أما الأماكن فخلق الله سبحانه وتعالى بعض البلدان
فيها من المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم الجنة الدنيا ما يذكر بنعيم الجنة. وأما الأزمان فكزمن الربيع مثلا فإنه يذكر طيبه بنعيم الجنة وطيبها. يقول ابن سمعون في وصف الربيع: أرضه حرير وأنفاسه عبير وأوقاته كلها وعظ وتذكير. وكان بعض السلف يخرج في أيام الرياحين والفواكه يعني في الربيع إلى السوق فيقف وينظر ويعتبر ويسأل الله الجنة، يعني ما كان يخرج إلا لأجل ذلك أن يعتبر ويتذكر نعيم الجنة. ومر سعيد بن جبير بسباب من أبناء الملوك جلوس في مجالسهم في زينتهم فسلموا عليه، فلما بعد عنهم بكى واتسد بكاؤه وقال: ذكرني هؤلاء شباب أهل الجنة. يا هذا تزوج صلة بن أشيم بمعاذة العدوية وكان من كبار الصالحين، فأدخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله على زوجته في بيت مطيب منجد، فقام يصليان إلى الصباح، فسأل ابن أخيه عن حاله فقال: أدخلتني بالأمس بيتا أذكرتني به النار، يعني الحمام حيث الماء البخار وكذا، وأدخلتني الليلة بيتا أذكرتني به الجنة، فلم يزل فكري في الجنة والنار إلى الصباح. ودعا عبد الواحد ابن زيد إخوانه إلى طعام صنعه إليهم، فقام على رؤوسهم عتبة الغلام يخدمهم وهو صائم وهم يأكلون، فجعلت عيناه تهملان، فسأله عبد الواحد عن سبب بكائه فقال: ذكرت موائد أهل الجنة إذا أكلوا وقام الولدان على رؤوسهم. فخلقت الدنيا مرآة ننظر بها إلى الآخرة لا لننظر إليها ونتوقف عندها، فالمرآة آلة، مجرد آلة، فنحن لا ننظر إلى المرآة نفسها ولكن ننظر إلى ما نراه من خلال هذه المرآة. فهذا هو الوضع يعني الملائم لحكمة خلق ما في الدنيا من نعيم أو من عذاب أن تكون تذكرة لنا بدار الآخرة. يقول الشاعر: كفى حزنا ألا أعاين بقعة من الأرض إلا زدت شوقا إليكم، وأني متى ما طاب لي خفض عيشة عيشة تذكرت أياما مضت لي لديكم. طبعا ليس الآن وقت التفكر في زمان الربيع، نرجع إن شاء الله إلى أن يأتي بإذن الله تعالى زمان الربيع، لكن ننتقل انتقالة سريعة أيضا إلى نوع آخر من وجوه الاعتبار. فيعني مما خلق الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته مما يذكر بالنار التي أعدها لمن عصاه وما فيها من الألام والعقوبات، أيضا أماكن وأزمان وأجسام. من الأماكن التي تذكر بالنار كثير من البلدان مفرطة في الحر أو في البرد، فبردها يذكر بزمهرير جهنم وحرها يذكر بحر جهنم، فإن جهنم والعياذ بالله حافلة بكل أنواع الآلام، مما أيضا لم يقصر على قلب البشر، فليس فيها من آلام الدنيا سوى الأسماء، حتى النار فإنها تضاعف يعني 70 ضعفا، فنار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. فبعض الأماكن كما قلنا يذكر بالنار، بعض المناطق مثلا الاستوائية أو البلاد المعروفة بشدة الحرارة يعني يجد الناس من نفس جهنم ومن الحر الشديد ما ينبغي أن يكون تذكرة لهم بنار جهنم. عذاب أهل النار كما يعذبون بشدة الحرارة كذلك يعذبون بشدة البرد، فالزمهرير هو تعذيب بالبرد الشديد الذي يؤلم غاية الألم. كذلك هناك بعض البقاع يذكر بالنار كالحمام، والحمام في مصطلح السلف ليس كما هو في مصطلحنا الآن، كان الحمامات عامة تسخن فيها المياه لأن لم يكن عندهم وسائل كافية لتسخين المياه في البيوت، فكانوا يسخنون المياه في الحمام ليترضخ الناس ويغتسلون. قال أبو هريرة: نعم البيت الحمام يدخله المؤمن فيزيل به الدرن ويستعيذ بالله فيه من النار، يعني إن من فوائده أنه إذا دخله تذكر عذاب النار.
وكان السلف يذكرون النار بدخول الحمام فيحدث لهم ذلك عبادة كما تقدم خبر صلة ابن أسيد. ودخل ابن وهب الحمام فسمع ثانيا يتلو وإذ يتحاجون في النار فغشي عليه. وكان بعض السلف إذا أصابه كرب الحمام يقول يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم. وصب بعض الصالحين على رأسه ماء من الحمام فوجده شديد الحر فبكى وقال ذكرت قوله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فكل ما في الدنيا يدل على صانعه ويذكر به ويدل على صفاته، فما فيها من نعيم وراحة يدل على كرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفه، وما فيها من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة بأسه وبطشه وقهره وانتقامه. ولا شك أن اختلاف أحوال الدنيا من حر وبرد وليل ونهار كل ذلك أمارات على انقضائها وزوالها. أما الأزمان التي تذكر أيضا بالآخرة أو بالنار، لا شك أن شدة الحر والبرد يذكر بما في جهنم من الحر والزمهرير. وبين الحديث الصحيح الذي ذكرناه أن ذلك من تنفس النار في ذلك الوقت، فإن النار اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا من شدة النار، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفسين تتنفس، هذا فأشد ما نجد في الدنيا من الحر فهو نفس، مجرد نفس من أنفاس جهنم، وأشد ما نجد من البرد فهو نفس استراحين. وهي قول الله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقبلها قوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فقوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت فيها قولان، قول أول إنه منصوب بظلام وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول يوم نقول لجهنم، على أساس أنها يعني ظرف زمان واضح، وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم، فإما تكون منصوبة بظلام أو تكون منصوبة بمضمر بمعنى يوم نقول لجهنم يعني أذكر يوم نقول لجهنم أو أنذر يوم نقول لجهنم. هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ قال ابن جرير فيه لأهل التأويل قولان، الأول أن معناه هل من مزيد يعني ما من مزيد، فعن مجاهد قال وعدها الله ليملأنها فقال هل وفيت فيه، قالت وهل من مثلك. أما القول الثاني فمعناه زدني زدني، واضح. فالقول الأول في تفسير هذه الآية الكريمة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يعني ما من مزيد، فعلى ذلك الاستفهام يكون إنكاريا، استفهام إنكاري معناه النفي يعني لم يبقى فيها مسلك، ما يوجد مكان، واضح. فقال مجاهد وعدها الله لأملأنها، وذلك في قوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فوعدها الله لأملأنها. فقال بعدما ألقي فيها أهلها هل وفيتك يعني بهذا الوعد الذي حق مني هل امتلأت، فتقول وهل من مثلك قد امتلأت بالفعل، وبحث الاستفهام إنكاري على هذا معناه النفي. وأيد بآية لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، والقرآن يفسر بعضه بعضا. أما القول الثاني فإن معنى قولها وتقول هل من مزيد يعني زدني، هل من مزيد زدني، وعلى ذلك يكون الاستفهام تقريريا دلالة على سعتها بحيث يدخلها من يدخلها وفيها فراغ وخلو كأنه يطلب الزيادة. وهذا الفريق الذي يذهب إلى المذهب الثاني زدني يقول يعني يرد على اعتراض من أصحاب القول الأول بأنهم يقولون هذا التفسير زدني يتعارض مع قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فأجاب الفريق الثاني القائل بأن معنى هل المزيد زدني أن المقصود
أن الامتلاء قد يراد به أنه لا يخلو طبقة منها عمن يدخلها وإن كان فيها فراغ كثير، كما تقول إن البلدة ممتلئة بأهلها ليس فيها دار خالية، مع ما بينها من الأبنية والأصلية. أو أن هذا باعتبار الحالين، الفراغ في أول دخول أهلها فيها ثم يساق إليها الشياطين ونحوهم فتمتلئ. وقال الناصر في الانتصاف: إنا نعتقد أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة، وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بصرفه. وكيف نفرض وقد وردت الأخبار وتظهرت على ذلك؟ يعني يرفض هنا قول من أول هذه الآية يعني في أنها مجازية ولم يحملها على حقيقتها. فيقول الناصر في الانتصاف: كيف نؤول الآية ونستبعد وقوع هذا حقيقة وقد تظهرت الأخبار على ذلك؟ منها هذا، يعني منها هذه الآية: يوم نقول لجهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد. ومنها لجاج الجنة والنار، اختصمت الجنة والنار كما في الحديث. ومنها اشتكاؤها إلى ربها فأذن لها في نفسين. وهذه وإن لم تكن نصوصا فظواهر يجب حملها على حقائقها، لأن متعبدون باعتقاد الظاهر ما لم يمنع مانع ولا مانع هنا، فإن القدرة صالحة والعقل يجوز والظواهر قاضية بوقوع ما جوزه العقل. وقد وقع مثل هذا قطعا في الدنيا كتسليم الشجر وتسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد أصحابه. ولو فتح باب المجاز والعدول على الظاهر في تفاصيل المقالة لاتسع الخرق وظل كثير من الخلق عن الحق. نذكركم بما كنا ناقشناه من قبل فيما يتعلق بهذه القضية عند الكلام على عبودية الكائنات، فقط ببعض الأدلة التي يعني تؤيد ما ذكرناه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وثقفتهم وغبرتهم. فقال الله عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. وهذا الحديث متفق عليه. ولا شك أن هذا الحديث يعني واضح في بيان أن الجنة والنار يعرفان ربهما، لأن يعني كما في الحديث الآخر: ربي أكل بعضي بعضا. فالجنة والنار يعرفان الله سبحانه وتعالى، وأن في الجنة والنار إدراكا وتمييزا بحيث يتحدان ويكلمان ربهما عز وجل. وأيضا في الحديث الذي ذكرناه: اشتكت النار لربها وقالت: ربي أكل بعضي بعضا، إلى آخر الحديث. والنار أيضا لها لسان، بل لها أذنان وعينان كما في هذه الآية: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. هذا واضح في ذلك. أيضا بيّن الله سبحانه وتعالى أن للنار إدراكا وأنها تتغير حنقا على الكافرين. يقول تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فقوله إذا رأتهم من مكان بعيد يدل على حدة بصر النار، أن بصرها حاد. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني حنقا على الكافرين. يقول تبارك وتعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. فكذلك الجنة فيها إدراك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتتساق إلى ثلاثة، لعلي وعمار وسلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
أيضا نار الدنيا لها إدراك وهي أيضا مطيعة لأمر الله تعالى، ولا أدل على ذلك من قول الله تبارك وتعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار، يعني خاطب الله النار، فهذا دليل على أنها تدرك وتفهم الخطاب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كذلك كانت عادة الأنبياء في الغنائم أن يجمعوها فتجيء نار من السماء فتأكلها، فيكون ذلك علامة على قبولها وعدم الغلول. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء، إلى أن قال في الحديث: حتى فتح الله عليه، قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار تأكله، فأبت أن تطعمه، فأبت، رفضت النار أن تطعمه كما كانت سنتهم. فقوله فأبت أن تطعمه هذا دليل على أن هذه النار فيها إدراك، فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلفقت يد رجل، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعت، قال: فلفقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم، قال: فأخرجوا له رأس بقرة من ذهب، قال: فوضعوه في المال وهو في الصعيد، فأقبلت النار فأكلته. وهذا رواه مسلم، فأقبلت النار فأكلته، فهذا أيضا يدل على أنها تدرك وأنها تعرف أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فيعني هذه النصوص جزء من كثير من الأدلة التي تؤيد المذهب الحق، وهو أن أمثال هذه النصوص ينبغي حملها على حقيقتها وعدم الإعوجاج إلى القول بالمجاز. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم: يوم نقول، باللون الدالة على العظمة، فقرأه نافع وشعبة: يوم يقول لجهنم هل امتلأت، وعلى قراءتهما فالفاعل ضمير يعود إلى الله. واعلم أن الاستفهام في قوله هل من مزيد فيه للعلماء قولان معروفان: الأول أن الاستفهام إنكاري في قوله تعالى هل يهلك إلا القوم الظالمون، يعني ما يهلك إلا القوم الظالمون، وعلى هذا فمعنى هل من مزيد يعني لا محل للزيادة لشدة امتلاء النار. واستدل بعضهم لهذا الوجه بآيات من كتاب الله في قوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال تعالى: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقال تعالى: قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فإقسام الله تعالى في هذه الآية المدلول عليه بلام التوفيق في لأملأن على أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين دليل على أنها لا بد أن تمتلئ، ما دام الله قد أقسم ليملأ أنها فلا بد أنها سوف تمتلئ بالفعل. ولذلك قالوا إن معنى هل من مزيد يعني لا مزيد لأنها قد امتلأت، فمعنى قول النار هل من مزيد لا مزيد لأني قد امتلأت فليس في محل للمزيد. وأما القول الثاني أو الآخر، أيهما أدق أن نقول القول الثاني أم القول الآخر؟ الآخر، لأن قلنا الثاني المستمع ممكن يترقب أن في قول ثالث، إنما نقول الآخر القول الآخر يبقى هو أول وآخر، لذلك الصحيح أن احنا نقول إيه؟ ربيع الأول وربيع الآخر، جمادى الأولى وجمادى الآخرة وليس الثاني. وأما القول الآخر فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار هل من مزيد معناه إيه؟ زدني، هل من مزيد يعني أنها تطلب الزيادة، وأنها لا تزال كذلك حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط يعني كفاني قد امتلأ، وهذا الأخير هو الأصح،
العلامة السيوطي رحمه الله تعالى يرجح القول الأخير بأن هل من مزيد، يعني أنها تطلب الزيادة، زدني. لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم لا تزال تقول، انتبهوا لعبارة لا تزال تقول هل من مزيد حتى، يعني لا تزال حتى، واضح؟ فإذا هذا لا شك يعني يرجح فعلا القول الثاني، إلا جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. لأن في هذا الحديث المتفق عليه التصريح بقولها قط قط أي كفاني قد امتلأ، وأن قولها قبل ذلك هل من مزيد لطلب الزيادة، يعني قبل أن نصل إلى الغاية وهي قوله حتى تقول أو حتى يضع رب العزة فيها إلى آخره، قبل وصول هذه الغاية قولها هل من مزيد على حقيقة هل من مزيد يعني إيه؟ زدني، واضح؟ إن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى، فمعناها أنها فعلا تطلب الزيادة حتى تمتلئ تماما، وحينئذ يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني قد امتلأ. فهنا التصريح بقولها قط قط يعني كفاني قد امتلأ، وأن قولها قبل ذلك هل من مزيد لطلب الزيادة. وهذا الحديث الصحيح من أحاديث الصفات، فينبغي أن نسلك في مسلك السلف الصالح رحمه الله تعالى في مثل هذه النصوص، من أنها يعني من أنها تمر كما جاءت بلا كيف، فيثبت الوقت، لكن يعني نفوض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم أن قول النار في هذه الآية هل من مزيد قول حقيقي ينطقها الله به، فزعم بعض أهل العلم أنه في قول الحوض امتلأ الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، فبعض يعني العلماء استند إلى هذا البيت من الشعر كشاهد على أن قول النار هل من مزيد يعني أنه يفهم من حالها وليس نطقا حقيقيا تنطق به النار، واضح؟ واستدلت بقول الشاعر امتلأ الحوض، يعني كان الرجل يمنع الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، يعني معناه ان حالة الحوض لما امتلأ كأنه قال هذا، لكن له لم يقله حقيقة. طبعا هذا يعني خلاف التحقيق كما يعني أثرنا، فالراجح انه قول حقيقي وتقول هل من مزيد يعني على الحقيقة. ثم قال الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قوله تعالى غير بعيد فيه معنى التوفيق، أزلفت غير بعيد فيها لأن كلمة غير بعيد يعني أنها قريب، وأزلفت أصلا معناها قربت ودنت، فكلمة غير بعيد فيها معنى التوفيق كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا الجنة أزلفت، وقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، فأزلفت الجنة أي قربت وأدنيت للمتقين أي للذين اتقوا ربهم فخافوا عقوبته بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، غير بعيد أي مكانا غير بعيد، فهو صفة للظرف قام مقامه أو حال من الجنة، يعني الجنة تكون غير بعيدة، وتذكير في هذه الحالة لأنه صفة مذكر، وأزلفت الجنة للمتقين في غير القرآن ممكن أقول غير بعيدة إذا كان يعني إيه حال من الجنة، الجنة غير بعيدة، لكن ذكر لأنه صفة للمذكر، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد يعني شيئا غير بعيد، واضح؟ أو تؤول الجنة بالبستان كأنها بستان غير بعيد، أو لكونها على جنة المصدر الذي من شأنه أن يستوي فيه المذكر والمؤنث فأومن معاملته وأجري مجراه. وعلى كل الأحوال فهو للتأكيد، قوله غير بعيد للتأكيد ودفع التجوز، فلا يقال بعد ذكر كونها قربت لا يحتاج إلى كونها غير بعيدة،
لأن المقصود بغير بعيد التوكيد، يعني لا يقال إن كلمة أزلفت تغني عن التعبير بغير بعيد، لا، التوكيد بكلمة غير بعيد لدفع أي احتمال للتجاوز في قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، فأكد وقال غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا أي الثواب أو هذا الإزلاف تقريب. ما توعدون أيها المتقون لكل أواب، أي راجع عن معصية الله إلى طاعته، تائب من ذنوبه، حفيظ أي حافظ على فرائض الله وما ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليه. ما أعراب لكل أواب؟ لكل هي بدل من للمتقين بإعادة الجار، بإعادة حرف الجر، يعني وظيفة الجنة للمتقين لكل أواب حفيظ، للمتقين لكل أواب، فلكل بدل من المتقين بإعادة حرف الجر. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، من خشي الرحمن بالغيب أي خاف الله سبحانه وتعالى في سره. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي جاء ربه بقلب تائب من ذنوبه، راجع مما يكرهه الله تعالى إلى ما يرضيه. ادخلوها بسلام، أي يقال لهم ادخلوا هذه الجنة بأمان من الهم والحزن والخوف، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قوله تعالى لهم ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، يعني مما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم. ولدينا مزيد أي مما لا يخطر على بالهم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال بعض العلماء المزيد النظر إلى وجه الله الكريم، ويستأنث لذلك بقوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. فلذلك يعني قال بعض العلماء في المزيد هنا إنه هو النظر إلى الله عز وجل في جنة الرضوان. ثم قال تبارك وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط. وكم أهلكنا قبلهم أي قبل هؤلاء المشركين من قريش من قرن هم أشد منهم بطشا أي قوة كعاد وفرعون وثمود، فنقبوا في البلاد أي فضربوا فيها وثاروا وطافوا أقاصيها. قال امرؤ الخيط لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. نقبت في الآفاق يعني إيه؟ يعني طوفت وأكثرت الطواف والمشي في نواحي الأرض حتى شق علي ذلك، وصرت أرى الرجوع إلى أهلي من غير ظفر ولا فائدة ولا غنيمة. والإياب هو الرجوع. لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. ما معنى من هنا؟ لو كلمت من نريد أن نبدلها بكلمة واحدة ماذا تكون؟ نعم أحسنت، أن من أحيانا تأتي في القرآن أو تأتي في اللغة بمعنى بدل. بدل، هل تذكرون شاهدا من القرآن الكريم؟ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني لجعلنا إيه؟ بدلكم. كذلك هنا قول امرئ القيس لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، رضيت بدل الغنيمة بالإيه؟ بالرجوع إلى أهلي، لأنه لم يعني يحصل شيئا في هذا السفر، وتعب في التجوال والتطواف حتى صار
يؤمن الرجوع إلى أهله بدل أن يحرز الغنيمة التي كان يطلبها في هذا التنقيب. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط. هنا احتمالات في قوله تعالى فنقبوا في البلاد هل من محيط. فنقبوا الاحتمال الأول أن تكون واو الجماعة عائدة إلى قرن يعني هؤلاء القرون الماضية وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد يعني هؤلاء القرون نقبوا في البلاد ضربوا فيها وساروا وطافوا أقاصيها هل من محيط. هل كان لهم بتنقيبهم في البلاد من معزل عن الهلاك الذي وعدوا به لتكذيبهم الحق؟ يعني هل هذا نجاهم من عذاب الله؟ والضمير على هذا في نقبوا للقرن الذين هم أشد بطشا. جوز عود الضمير فنقبوا إلى هؤلاء المشركين يعني أن الواو تعود إلى إيه؟ هم في قوله قبلهم يعني قبل مشركي مكة. فنقبوا في البلاد يعني أن مشركي مكة ساروا في أسفارهم في بلاد القرون هؤلاء القرون الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فهل رأوا لهم محيطا حتى يتوقعوا مثله لأنفسهم هل من محيط؟ قال ابن جرير وقرأت القراء قوله فنقبوا بالتجديد وفتح القاف على وجه الخبر عنهم. وذكر عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ فنقبوا في البلاد فنقبوا على وجه التهديد والوعيد أي خوفوا في البلاد وترددوا فيها فإنكم لن تفوتونا بأنفسكم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك أي في إهلاك القرون التي أهلكت من قبل قريش لذكرى لمن كان له قلب أي لتذكرة يتذكر بها من كان له عقل من هذه الأمة فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم خوفا من أن يحل بهم مثل الذي حل بهم من العذاب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أو ألقى السمع أي أصغى للأخبار عن هذه القرون التي أهلكت بسمعه وهو شهيد أي حاضر القلب متفهم لما يخبر به عنهم غير غافل ولا فاهم. هذا على أن شهيد من الشهود وهو الحضور والمراد المتفطن لأن غير المتفطن كالغائب ويمكن أن يسمع الكلام لكنه غير لكنه ساهم لاهن غافل عن معانيه. فاشترط أمرين لمن أو ألقى السمع وهو شهيد يعني هو حاضر الذهن متفهم متفكر. أو شهيد بمعنى شاهد أو ألقى السمع وهو شهيد يعني شاهد يعني شاهد ذهنه أو هو من الشهادة والمراد شاهد بصدقه أي مصدق له لأن الذي ينتفع به هو المؤمن المصدق له أو هو كناية عن المؤمن. أما قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قيل إن أو هنا لتقسيم المتذكر إلى سائل وسامع أن الشخص الذي يعني يحصل التذكرة والانتفاع بالموعظة إما أن يكون هو نوعان المتذكر نوعان إما تال وإما سامع. تال لمن كان له قلب وهو التالي أو ألقى السمع وهو شهيد وهو السامع أو إلى فقيه ومتعلم لمن كان له قلب وهو إيه الفقيه أما المتعلم أو ألقى السمع وهو شهيد أو إلى عالم كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده وقاصر محتاج للتعلم يعني كلمة أو ألقى السمع معناه أنه يسمع العلم إيه من غيره أو ألقى السمع يسمع من غيره وهو شهيد أو إلى عالم كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده وهو إيه لمن كان له قلب وقاصر محتاج للتعلم فيتذكر
إذا أقبل بكليته وأزال الموانع لأسرها. وفي تنكير القلب وإبهامه وتفخيم وإسعار، لأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر كلا قلب في من كان له قلب أو ألقى السمع فهو شهيد. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حقيقة في كتابه الفوائد فصل تفصيلا رائعا في هذه الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول رحمه الله تعالى: فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم، وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى، وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها. فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما تكون تذكرة لمن كان له قلب. فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية. ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له، فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراها، ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين. يعني العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى بث أو أوجد لنا نوعين من الآيات: آيات مسلوة مسموعة، وآيات مرئية مشهودة. فآيات الله إما آيات تنزيلية وإما آيات تكوينية. أما الآيات التنزيلية فهي آيات القرآن الكريم الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمرنا بتدبره، فهذه الآيات التنزيلية. أما الآيات التكوينية فهي الأدلة التي بثها الله في السماوات وفي الأرض وفي المخلوقات لتدل الخلق على ربهم، كما قال الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يعني نحن أمرنا بتدبر هذين النوعين من الآيات. وتعلمون الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. فهنا جمع بين النوعين من الآيات، لأنها آيات قرآنية نحن مطالبون بالتفكر فيها. وأما الجانب التطبيقي فهو أن نتفكر بالفعل فيما يمر علينا من آيات الله التي بثها لنراها ونتوصل من خلالها إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وكماله وجلاله عز وجل وتوحيده. وقال تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، إلى آخره. بل في القرآن ما يدل على أن التفكر في هذه المخلوقات واجب وفريضة محكمة. فلينظر الإنسان مما خلق، هذا صيغة الأمر، والأمر ظاهره الوجوب، يعني يجب على كل إنسان أن يتأمل في خلقه. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، إلى آخر الآيات. فمن عدم القلب الواعي عن الله، الشخص الذي لم يكن عنده قلب يعي به عن الله ويعقل به عن الله آياته، واضح؟ كمن يقرأ القرآن أو تمر به ألفاظ القرآن دون أن يتدبر فيها ودون أن يتأمل فيها، فهل ينتفع هذا بالآيات التي تمر عليه؟ لا ينتفع بها، لأنه عطل قلبه وصار كشخص لا قلب له. فالآيات تمر عليه سواء آيات القرآن أو الآيات الآفاقية أو الآيات في أنفسنا، هي تمر عليه لكنه غافل له عن التفكر فيها. إن في ذلك لذكرى، من الذي يتذكر فقط؟ هذان النوعان: لمن كان له قلب، لمن كان له قلب، فالذي يتلو آيات القرآن ولا يتدبر فيها كمخلوق بدون قلب
وبدون عقل، لأن هذا هو محل العقل والتفكير، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فيقول: فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية، ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له، هو لا يرى الشمس ولا يرى القمر ولا يرى النجوم، فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراها. إذا كان له قلب وتلا آيات الله فيكون بمنزلة الشخص البصير الذي يرى آيات الله تمر عليه. ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين، أحدهما أن يحضره، أحدهما أن يحضره ويشهد لما يلقى إليه، فإن كان غائبا عنه متاثرا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به، فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويفضي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه. واضح؟ فالإنسان لا ينتفع، يعني لو كان عنده قلب ومرت به الآيات فلا ينتفع بهذا القلب إلا بأمرين، أحدهما أن يحضره، يحضره يعني يكون حاضرا شاهدا لما يلقى إليه. طبعا الحضور هنا ليس الحضور معناه يكون قلب، يعني هو سايب قلبه في السجنية مثلا وجسده في القاهرة، لا، المقصود أنه يمكن أن يكون حاضرا غائبا، حاضرا ببدنه لكن قلبه غائب، قلبه غائب مسافرا في الأماني والشهوات والخيالات، ففي هذه الحالة لا ينتفع بهذا القلب، لنفترض أنه أحضر قلب. إذا أحضر قلبه وأشهده يعني قلبه حاضر وموجود، هذه الأولى وجدت، فإنه لا ينتفع بهذا القلب إذا كان حاضرا إلا بأن يلقي سمعه. لمن كان له قلب لابد القلب يكون موجود مش مسافر أو مشغول في أمور أخرى. ثانيا أن يلقي السمع، يلقي سمعه ويفضي بكليته إلى ما يعظ به ويرشد إليه. إذن هنا ثلاثة أمور: أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله، الثاني إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق، الثالث إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ثانيا أو ألقى السمع وهو شهيد. فقوله لمن كان له قلب يعني يكون له قلب سليم وصحيح وقابل للحق، ثانيا وهو شهيد يعني القلب يحضره ويجمعه ويمنع قلبه من الشرود والتفرق والتكسل، أو ألقى السمع يعني يكون له قلب سليم ثم يحضر هذا القلب ثم يبغي بسمعه ويقبل على الذكر. قال ابن عطية: القلب هنا عبارة عن العقل، إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به. لمن كان له قلب طبعا مش أي قلب، لكن لابد يكون قلبا إيه؟ سليما واعيا ينتفع به. وقال الشبلي: قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين. وقوله أو ألقى السمع وهو شهيد معناه صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة وأثبته في سمعه، فذلك إلقاء له عليها. ومنه قوله: وألقيت عليك محبة مني، أي أثبتها عليك. وهو شهيد قال بعض المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا يفكر في غير ما يسمع. وقال قتادة: هي إشارة إلى أهل الكتاب. حكينا هذا في ظل الكلام الماضي في القاسمي، وإن لم يكن صريحا، لكن بعض المفسرين كما ترون قتادة هنا ذهب إلى أن قوله وهو شهيد يعني إشارة إلى أهل الكتاب، فكأنه قال إن هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر، أو ألقى السمع وهو شهيد، أو لمن سمعها من أهل الكتاب فتشهد
فتشهد بصحتها لعلمه بها من كتابه التوراة وسائر كتب بني إسرائيل. قال فشهيد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى التأويل الثاني من الشهادة. وهو شهيد يعني إيه؟ وهو حاضر شهيد من المشاهدة. أما على القول قول قتادة من الشهادة، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبر. وقال الزجاج معنى من كان له قلب من صرف قلبه إلى التفهم، ألا ترى أن قوله ثم بكم عمي أنهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع، كما قال الشاعر أصم عما شاءه سميع. ومعنى أو ألقى السمع استمع ولم يشغل قلبه أو ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع. والعرب تقول ألق إلي سمعك أي استمع لي. يعني للأسف الشديد، للأسف الشديد نحتاج نضرب مثلا فيه كثير من الظلم للحقيقة، وهو أننا نتخيل الناس الذين يمكثون أمام مثلا مباراة كرة القدم أو التمثيلية موقف حرج متأزم، ماذا يفعلون لو صاح طفل أو واحد حرك رجليه أو تعل أو كح أو تكلم بكلام، يسكتونه ويعني يصمتونه وينكرون عليه بحيث لا يفوت عليهم كلمة واحدة من الممثل أو المتكلم أو كذا أو اللاعب الذي يلعب حتى يعني يشاهدوا ما الذي سيحصل في هذه اللحظة الحاسمة. فالأسف الشديد نقول لو أننا ونحن نتلو القرآن كنا بهذا الحضور وكنا بهذا الخشوع وكنا بهذا الشرط على إلقاء السمع لكل كلمة تقال لا تغير حالنا تماما مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع آيات الله. فيعني نتذكر هذا الكلام المؤلم ونتذكر كذلك كلمة موجعة قالها بعض السلف رحمه الله: رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله. رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي كل نعل يعني غالي الثمن أو مرتفع السعر، خاصة في ومع انتشار النصوص الذين يعني يطلقون النعال وأمتعة الناس من المساجد، ترى كيف يحتاط لهذا النعل وكيف يكون وكيف يضع في مكان بحيث يحرسه من أن يضيع. فإذا كان هذا في النعل ومع ذلك في الدين يفرط في دينه ولا يبالي وينتهك حرمات الله عز وجل ولا يبالي، فمما يؤسف له أننا نحتاج في هذا الزمان إلى تذكير بهذه المذكرات الموجعة المؤلمة التي يعني تقرب المعنى إلى الأذهان. ولع الناس الآن بالتمثيليات ومباراة كرة القدم وهذه الأشياء والرياضات وغير ذلك، انظر كيف يعني ما سلوكهم أثناء الاستماع للتمثيلية أو الفيلم أو كذا، وما سلوكهم أثناء المباريات خاصة في اللحظات الحاسمة التي سيحرز فيها الهدف أو يصنع فيها كذا وكذا. استحضر كيف يكون خشوعهم وإنصاتهم، بل أحيانا ولا حول ولا قوة إلا بالله دعائهم، يرفعون أيديهم إلى السماء وتنطق يعني تهتف الجماهير يا رب يا رب، كأنما يدعون بفتح بيت المقدس أو باستعادة فلسطين أو بكذا أو كذا، يا رب يا رب. ففي ساحات اللعب واللهو يستغيثون بالله سبحانه وتعالى يا رب يا رب، والمسلمون كما ترون يعني مشردون في أفاق الأرض يعانون ويعذبون في السيسان أو في غيرها، ونحن نهتم بهذه الأشياء ونقول يا رب يا رب، وبعضهم يدين التكفى واللي بيطلق زوجته اللي يفعل كذا وكذا أو زوجته طبعا تطلقه وتقول له إيه علي الخلع منك. كل هذا بسبب يعني هذه الايه هذه الاشياء. فالشاهد يعني انا اقرب المثل فقط، يعني تخيلوا هذه المواقف وحالنا حينما نتلو كتاب الله تبارك وتعالى لنتامل هذه الايه: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. المقصود لكل قلب، يعني ما من انسان الا وله قلب، لا المقصود لمن كان له قلب يعني ايه يفهم به ويعي به ويعقل به، والا فإن القلب هو محل الوعي والفهم، فإنها لا تعمل أبطار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلما عطلوا
حواسهم عن الانتفاع بها فيما خلقت في أجله صاروا كأنما عدموا هذه الحواس صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهل يعني نحن حالنا مع القرآن ومع كلام الله عز وجل كحالنا؟ هل يستوي حتى مع حالنا أثناء المباريات وهذه الأشياء وهذه التفاهات؟ طبعا الحال يعني يغني عن المقال الخشوع والصمت. ولو يعني الطفل بحاول أن يتكلم أو يرفع صوته اسكت اسكت خلينا نتابع هذا اللحظة المصيرية. فنريد أن نقرب المعنى هكذا يكون إحضار القلب أو إلقاء السمع مع يعني حضور القلب أو ألقى السمع. يعني ألقى السمع كل حاسة السمع كأنه حملها وألقاها على هذا الشيء فقط فيستمع هذا ويتلهى عن غيره فلم يشغل قلبه بغير ما يستمع. فيعني يكثر السؤال عن الخشوع في الصلاة نريد أن نخشع في الصلاة. فنقول لمن يسأل هل رأيت من في اللحظات الحاسمة المصيرية عند إحراز هذه البطولات الوهمية والبطولات الوهمية في المباريات وهذه الأشياء هل رأيت كيف الناس وكيف تكون أنت إن كنت من أصول بالمتابعة هذه الأشياء في أشد الحرص على المتابعة والتركيز والانتباه وحضور القلب والحضر؟ هكذا كنت في الصلاة. لو أن الإنسان الذي يركز وقت الناس ركز في الصلاة نفس التركيز لا فوت على الشيطان يعني الوساوس وما إغلاله. ذلك لما يعني جاء رجل إلى بعض السلف وقال له يعني أنا كلما أجي أسلم في الصلاة لا أستطيع أبدا أن أنطق السلام عليكم ورحمة الله. قال له قلها كما تقولها الآن. هو يستطيع أن يقولها مرة واحدة قلها كما تقول الآن. فيركز الإنسان حتى يعني ينجو من هذه الوساوس. أو ألقى السمع استمع ولم يشغل أو يشغل قلبه بغير ما يستمع. والعرب تقول ألق إلي سمعك يعني استمع مني. وهو شهيد أي شهيد قلبه فيما يسمع يعني بيسمع بأذنه وقلبه حاضر حتى يعي ما يسمعه. وجاء في التفسير أنه يعني به وهو شهيد أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى أو ألقى السمع وهو شهيد أي شاهد أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد أي مخبر. وقال صاحب الكشاف لمن كان له قلب أي واع قلب واع لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له. وإلقاء السمع الإصغاء وهو شهيد أي حاضر بشطمته لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب أو هو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحي من الله وهو بعض الشهداء كما في قوله لتكون شهداء على الناس. اختلف في الشهيد على أربعة أقوال. أحدها أنه من المشاهدة وهي الحضور وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآية غيره. وهو شهيد يعني من إيه؟ من المشاهدة وليس من الشهادة. هذا أرجح الأقوال. وهو شهيد يعني من المشاهدة يعني وهي الحضور بمعنى الحضور. واضح. وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآيات غيره. في الحديث إيه؟ اللهم ما وصل لحينا ميتنا منها إيه؟ وشاهدنا وغائبنا. شهيدنا معناها إيه؟ حاضرنا. والثاني أنه شهيد من الشهادة وفيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه شهيد على صحة ما معه من الإيقان. والثاني أنه شهيد من الشهداء على الناس يوم القيامة. والثالث أنها شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من الكتب المنزلة. والصواب القول الأول وهو شهيد يعني وهو حاضر. فإن قوله وهو شهيد جملة حالية والواو فيها واو الحال أو ألقى السمع وهو شهيد هذه واو الحال أي ألقى السمع في هذه الحال. وهذا يقتضي أن يكون حال إلقائه السمع شهيدا. فإذا لابد أن تكون الشهادة بمعنى المشاهدة والحضور. ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو في الدنيا
لما كان لتقييدها بإلقاء السمع معنى، أو ألقى السمع وهو شهيد في حالة إيه؟ إلقاء السمع. ولذلك نقول لها جملة حالية، والواو واو الحال، ألقى السمع وهو شهيد في حالة إلقاء السمع، فلا تتعرض لغير ذلك. فلو كان المقصود وهو شهيد يعني الشهادة، سواء كان الشهادة في الدنيا أو في الآخرة، إذا لم يبقى هناك معنى لإلقاء السمع، إذ يصير الكلام إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهدا بما معه في التوراة، أو حال كونه شاهدا يوم القيامة. ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية. وأيضا فالآية عامة في كل من له قلب أو ألقى السمع، فكيف يدعى تخصيصها بمؤمني أهل الكتاب؟ إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. لمن؟ يعني إيه؟ للذي، والذي صيغة عموم، فتعم كل من كان له قلب أو ألقى السمع، فهي عامة. فكيف يدعى تخصيصها بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا فالسورة مكية، والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب، ولا سيما مثل هذا الخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعي وإلقاء السمع، فكيف يقال هي في أهل الكتاب وأصل الآية يعني مكية؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: المنتفع بالآيات من الناس نوعان، أحدهما ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه، ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته، بل قلبه واع ذكي قابل للهدى، بل قلبه واع ذكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط لكمال استعداده وصحة فطرته، فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه، فهو قد أدركه مجملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا. وهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل، أول ما يصل الحق ينقاد إليه، كما يحال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه: لمن كان له قلب، قلب واع في غاية الذكاء والفطنة ومع سلامة الفطرة وسلامة القلب، أول ما يبلغ القلب إيه؟ ينقاد إليه. وكحال مؤمني القوم نوح عليه السلام، لأن في سورة هود قال المشركون، قالوا لنوح عليه السلام: وما نراك تبعك إلا الذين هم أراضلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فكانوا يذمون المؤمنين المستضعفين الفقراء الذين اتبعوا نوح عليه السلام، ذمهم بإيه؟ إنه أول من دعاهم قبلوا هذا الإيه؟ قبلوا ما دعاهم إليه، قبلوا فورا، فذمهم بقوله إيه؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، مجرد ما سمعوا كلامك انقادوا له، واضح؟ فهم يذمونهم لأنهم لم يتفلسفوا ولم يتمهلوا ولم يتريثوا ويفلسفوا الأمور ويصممونها على وجوه شتى وكذا وكذا. هذا مما لا يذم به، بل هذا مما ينجح في الإنسان، أنه إذا وضح له الحق ينقاد إليه في الحال بلا تأجيل ولا تسويف. فهذا حال أكمل أتباع المؤمنين من أتباع الأنبياء الذين يستجيبون فورا لدعوة الرسل، كما هو حال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، أسلم بمجرد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته. فهذا هو إيه؟ النوع الأول، لمن كان له قلب. النوع الثاني، من ليس له هذا الاستعداد والقبول، فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله، بالنظر والإيه والاستدلال. النوع الأول لأن قلبه متوائم تماما مع الفطرة، وقلبه وصل لدرجة من السلامة أنه إذا يعني وصل لا يحتاج إلا أن يصل إليه الهدى فقط، هذا فقط، هذا ما يحتاج. إذا بلغه الحق وسمع الحق ينقال إليه في الحق. وهذا حال كثير من الناس، ورأينا وسمعنا طبعا حالات كثير من الكفار
أسلم بمجرد أن يسمع فقط، مجرد أن الحق يصل إليه ينقض إليه في الحق بلا فلسفة وبلا محاورة وبلا يعني تحذلق كما يصنع كثير من المتفلسفين، فينقض إلى الحق فورا. لماذا؟ من قلبه في غاية السلامة وكأن الحق منقوش في قلبه ويجيء الهدى فيخلط النور على يعني هذا القلب. أنا أذكر قصة أحد الإخوة الأفاضل من أمريكا يدعى إدريس فالمر، من أنصف الإخوة السلفيين هناك، قصة إسلامه في غاية العجب. يعني هو تجول في كل أنواع الضلال، من الأدير كان أولا شيوعيا والحزن، ثم انتقل إلى طبعا رفض النصرانية، انتقل إلى الأديان اللي هي الشرقية في البوذية وهذه الأشياء في شرق آسيا، ودرسها وحاول أن يبحث عن الهدى فيها فلم يجد شيئا، إلى أن زار يوما أو دعاه إلى بيت يوما جار له مسلم، فدخل عنده البيت فسأله ما هذا الكتاب؟ قال هذا القرآن. فأخذ الترجمة في القرآن وفتح الصفحة الأولى على فاتحة الكتاب، فمجرد فهو يرى أنه مجرد هو يعني حدث لهذا المتابع هو أخ صادق جدا يعني حسابه فقه لله الحمد، داعية مشهور يعني، فيقول أنه مجرد فتح الصفحة وجد نورا يخرج من يعني الكتاب، ثم مجرد ما قرأ الفاتحة قال هذا هو الذي أبحث عنه، مجرد ما قرأ معاني الفاتحة، فما بالك لو قرأها بالعربية، قال هذا هو الذي أبحث عنه، وأسلم في الحال، وهو من أكبر الدعاة وله مؤلفات جيدة وخدمة كبيرة جدا للدعوة في كثير من البلاد، إدريس فالمر مشهور، واضح؟ فما كان بينه وبين الحق غير أن يطلع على الحق، ولذلك ينبغي ألا نعامل الناس معاملة واحدة، فنقعد نزعجهم بالكلام على مثلا نقد التكليف وتحطيم العقائد الفاسدة، لا، في بعض الناس هو أصلا فيه عافية من هذا البلاء، ليس عنده شبهات ولا عنده ما يعارض به الحق، مجرد أن يبلغه الحق ينقاد إليه، هذا هو الذي قال الله فيه إن في ذلك ذكر من كان له قلب، فالقلب الذي يكون قلبا واعيا ذكيا يكتفي بهدايته بأدنى منبه أدنى تنبيه ولا يحتاج لشدة استجابته الحق، لا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضر قلبه ويحصر ذهنه ويجمع قلبه من مواضع شكاته، لكن قلبه واع ذكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط، بس يسمع الحق فقط لكمال استعداده وقابلية قلبه للحق وصحة فطرته، فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه، فهو قد أدركه مجملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا، فيؤمن أولا إيمانا مجملا مجرد أن يطلب الحق، ثم بعد ذلك لما يتعلم الحق ويتعلم الهدى والوحي بالتفصيل يعني أيضا يقبل هذا مفصلا. فهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل كما هي حال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. النوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول أو ألقى السمع وهو شهيد، فإذا ورد عليه الهدى مجد السجيس الحال بقى. إذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله، وهذه طريقة أكثر المستجيبين، ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر المعارضات والأجوبة عنها. فهذا أكثر الناس الذين يسلمون بالحق يكونون عن طريق هذا الطريق. وطبعا الإسلام واسع يتسع لكلا الفريقين، فنحن عندنا من الأدلة والحجج ما يبعد الشبهات ويقيم الأدلة على أنه دين الحق، فلهؤلاء تضرب الأمثال ولهؤلاء تقام الحجج وتذكر المعارضات والأجوبة عنها. والأولون هم الذين يدعون بالحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، وهؤلاء النوع الثاني يدعون بالموعظة الحسنة، فهؤلاء نوعا المستجيبين. وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان، نوع يدعون وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان، نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن، فإن استجابوا وإلا فالمجالدة، يعني بالحجة والبيان، فإن لم يكن فبالسيف والسنان. دول نوع يعني بعد ما ذكر نوعي المستجيبين في الحق من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما النوع
المعارض الحق فهما نوعان، نوع يدعون بالمجادلة ونوع آخر يدعى بالمجادلة. المجادلة يعني بالتي هي أحسن في إقامة الحجج، فإن استجابوا وإلا فالمجادلة. فهؤلاء لابد لهم من جدال أو زلاد. ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة هؤلاء الأقسام متناولة لها، كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، دين هم مين؟ لمن كان له قلب، والموعظة الحسنة أو ألقى السمع وهو شهيد، وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه طريقة مجادلة يعني دعوة المعارضين للحق، الأولين الاثنين مستجيبين للحق، الثالث المعارض للحق إجادة بالتي هي أحسن. فهؤلاء المدعوون بالكلام، المدعوون في يدعى بالكلام ثلاثة أقسام، وهم بالحكمة لمن كان له قلب، والموعظة الحسنة أو ألقى السمع وهو شهيد، أو المعارض الحق الذي يدعى بالإيه؟ بالمجادلة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما أهل البلاد فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأما من فسر الآية بأن المراد بمن كان له قلب هو المستغني بفطرته عن علم المنطق، وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الألطف بسرعة إلى آخر يعني هذا الكلام. فطبعا يعني قال البعض الناس فسروا الآية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، قالوا هي القياس البرهاني، كلام بتاع المنطق ده، والموعظة الحسنة القياس الخطابي، وجدلهم بالتي أحسن هي القياس الجدلي. يقول ابن القيم فهذا ليس من تفسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير، بل ولا من تفسير المسلمين، وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على الصلاح المنطقية المبخوثة الحظ من العقل والإيمان. وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة. والقرآن بريء من ذلك كله، منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات. نعم. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى في آياته المشهودة، السلام الآية الماضية في الآيات المسموعة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، الآيات المسموعة. لكن قال تعالى في آياته المشهودة التي نرى أثرها بالحس، قال عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول: والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه، لأن أتكلم عليه لمن كان له قلب حي ويعي، فالذي قلبه ميت لا يدخل في الآية. الرجل الثاني رجل له قلب حي مستعد، عنده استعداد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. طبعا هذا حال كثير من الكفار. والثالث رجل حي القلب مستعد، قلب حي عنده استعداد لقبول الحق، تليت عليه الآيات فأطغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ممكن السمع، فهذا الخطب هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول اللي هو صاحب القلب الميت بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني اللي هو له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات لسبب أو الآخر، بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يرى، يعني هو بصير وعينه ترى لكن الحق في هذه الجهة هو بامر في الجهة الأخرى، فهو بصير وعنده استعداد وقلبه حي لكن يعني إيه بينظر إلى جهة غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يرى. أما الثالث رجل حي قلب مستعد أصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه
ولم يشغل قلبه إلا بفهم ما يسمعه، فهذا بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصرة وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فإن كان فما موقع أو من هذا النظم على ما قررت، يعني بناء على هذا التفسير، ما موقع أو هنا؟ إن في ذلك الذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قيل فيها سر لطيف، ولسنا نقول إنها بمعنى الواو كما يقوله ظاهرية النحاة. لا نقول هنا إن الأو بمعنى الواو، إن في ذلك الذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع. النحاة أو ظاهرية النحاة يقولون وألقى السمع، يعني دي زائد دي. يقول فاعلم أن رجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور، نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، كما يقولون في الهندسة إيه يتطابقان تمام الانطباق. ما كانش منتظر غير الحق يأتي اللي هو نور الوحي على نور الفطر الذي في قلبه، فيتطابقان تمام الانطباق وينتزجان تمام الامتزاج ويلتقيان أتم التقاء، وهو حالة سليم الفطرة حي القلب. فلم لا يدخل هذا غير فقط أن يستمع إلى الحق فينقاد إليه في الحال. فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إيمانا وبصيرة، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم. وجاء بنلاحظه في الحقيقة مع فعلا مع من لم يبتلى بالفلسفة والجدل والتنطع وهذه الأشياء والحقلقة وعوفي من شبهات أعداء الدعوة وأعداء الدين، يعني كثير جدا من الشباب غير ملتزم، تعجب عن طريق يعني بأسلوبه فيه لما تصل دعوة الحق، انقياد من كثرة ما يتعود الإنسان أنه يسمع الجدل ولازم أقتنع الأول وأقنعني الأول وهذا الكلام العجيب، تجد ينقض الحق لأنه هو الحق ودين الفطرة. يعني تجد مثلا ممكن امرأة في غاية التبرج، هي نماذج قليلة كما ذكرنا في غاية التبرج، وهي ما علمت ما وصلها الحق ولا الحجة ولا أي شيء، بمجرد تسمع الأدلة بنفاجئ بأن واحدة ممكن تنقلب من الإيه أو تعتدل يعني من التبرج إلى الاحتجاب الكامل، النقاب والحجاب الكامل، يعني من تمر مرحلة السفور في الوفر. هذا يوجد وإن كان قليلا، فحين نجد الكثير من هؤلاء الفتيات تقنعني اولا، ويعني لماذا؟ لان هذه قد تكون النوع الثاني اذا استجابت ولو بعد يعني مجادله ومناظره واقامه للحجه. فاذا الشخص الذي له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار. فالقلب اصلا فيه نور الفطره سليم، وهذا دين الفطره. فاذا سمع الايات كانت له نورا على نور، كما قلنا من قبل في تفسير سورة النور، نور على نور يعني نور الفطرة مع نور الوحي. وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إيمانا وبصيرة، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم، ولكن لم يشعروا بتفصيله وأنواعه. حتى قيل إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين دخل دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته، والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم يرى تفاصيله ولا جزئياته، لكن علم أن فيها أمورا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلها، ثم خرج فسأله عما رأى في الدار، فجعل كل ما أخبره بشيء طبقه لما عنده من شواهده. وهذه أعلى درجات الصديقية، ولا تستبعد أن يمن الله المنان على العباد بمثل هذا الإيمان، فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني إعياء، وما مسنا من لغوب يعني من إعياء أو تعب أو نصب. قال قتادة أكذب الله اليهود
وأهل الفرى على الله، وذلك أنهم قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح يوم السابع، وذلك عندهم يوم السبت، فهم يسمونه يوم الراحة. وهذا يعني معروف من عقائد اليهود. الله سبحانه وتعالى هنا أكذب اليهود في زعمهم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض في 6 أيام مسه والعياذ بالله الإعياء والتعب والمطر، فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، يعني ما يقوله المشركون من إنكار البعث والتوحيد والنبوة، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ويقول ابن القيم في تفسير قوله تعالى فاصبر على ما يقولون، يقول تأمل قوله تعالى عقيد ذلك، يعني بعدما قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. فإن أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم نسبوه إلى ما لا يليق، وقالوا فيه ما هو منزه عنه، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يصبر على قولهم ويكون له أسوة بربه سبحانه وتعالى حيث قال أعداؤه فيه ما لا يليق. فكما كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام بكلام مؤذن كقولهم ساحر شاعر مجنون إلى آخره، فالله سبحانه وتعالى يقول له أما لك في أسوة، أما رب السماوات والأرض وخالق الكون، ومع ذلك آذاني هؤلاء الخلق وتتبوني وتتبوني ونسبوا إلي ما أنا منزه عنه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، خلافا ما يقول أعداء الله اليهود. فاصبر على ما يقولون في حقك كما أصبر أنا على ما يقولون في حقي وأحلم عنهم، كما قال الشاعر قيل إن الله ذو ولد، قيل إن رسول الله قد كهنا، لم يسلم الله والرسول معا من كلام ورى فكيف أنا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. للعلماء كلام فيه تفصيل حقيقة هنا في هذه الآيات، من قائل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، منهم من يعني يذكر ومن الليل فسبحه، إن هذه تشمل الصلوات الخمس، منهم من أدخل فيها يعني النوافل. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يقول هذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر بدليل هذه الآية. يعني الآية من قال مثلا سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، واضح؟ حين يصبح وحين يمسي تكررت في كثير من الأحاديث، كان إذا أصبح قال كذا، قل إذا أصبحت إذا أمسيت. كيف نفهمها؟ نفهمها في ضوء هذه الآية، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فهذا موضع أذكار الصباح قبل طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر أمام الفريضة، يختبر أولا بالفريضة ثم بعد ذلك يقول أذكار الصباح ما بين الانصراف من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو وقتها. وقبل الغروب هذا هو المساء، يكون قبل الغروب يعني قبل بعد العصر، بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس. هل معنى ذلك أن الإنسان إذا فاته أذكار الصباح أو المساء بأن طلعت الشمس أو غربت الشمس يبقى فات وقتها فلا يستدركها؟ لا، هذه يعني قلة فقه، بل بالعكس إذا فاته ورده مثلا حتى غربت الشمس فلا يترك ذلك، وإنما يقضي هذه الأذكار، يعني يقضيها لأنه ما زال في وقت الليل، يعني بداية الليل تكون من الايه والمساء بتعبير ادق تكون من بعد العصر العشي واوقات الاصيل، فاذا فاته شيء فانه يستدركه في الوقت اللاحق في اي جزء من اجزاء الليل يستطيع ان يستدرك فليستدرك، لان الانسان
إذا فرط في قضاء ما فاته سوف يتمادى به التفريط إلى أن يفرط في أداء العبادة في وقتها. لكن إذا عود نفسه مثلا إذا فاته ورده من الليل يصلي في الليل أو يقرأ حزبا معينا القرآن في الليل، إذا تعود أنه يحافظ على هذا الورد، لكن إذا فاته في يوم من الأيام يستدركه بالنهار ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فمن تعود أن كل ما فاته شيء فإنه يعوضه ويقضيه في الفرصة المتاحة، فحينئذ هذا أقدر أن يحافظ عليها في وقتها. لكن إذا تهاون في قضاء ما فاته فإنه يصير به التسويف والتفريط إلى أن يضيع العبادة في وقتها نفسه، فلا يبالي بعد ذلك بإيه بأذكار الصباح في وقتها ولا بعد وقتها، ويتمادى في ذلك مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمن فاته شيء خلفة يخلف أحدها الآخر، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، فمن فاته وظيفة الليل جعل الله النهار خلفة له يخلفه النهار فيعود ما فاته بالليل، وهكذا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني أعقاب الصلوات. والمراد بالتسبيح إما ظاهره وهو قرير التحميد كقولك سبحان الله وبحمده، أو هو الصلاة، لأن أحيانا الصلاة يطلق عليها إيه؟ تسبيح. الصلاة أحيانا حتى صلاة الفريضة الصلاة عموما قد يطلق عليها أحيانا التسبيح من إطلاق الجزء أو اللازم على الكل، كما تتم الصلاة ركعة، صليت ركعتين، هل ركعتين فقط أم أن في قيام وقراءة وبجانب الركوع ورفع من الركوع وجلوس بين السجدتين إلى آخره؟ فأحيانا يطلق على الجزء الإيه؟ يطلق الجزء على الكل. فالصلاة قبل الطلوع الصبح، وقبل الغروب الظهر والعصر، ومن الليل العشاءان المغرب والعشاء، والتهجد أيضا يدخل فيها، وأدبار السجود النوافل بعد المكتوبات. هذا على القول بأن التسبيح مقصود به الصلاة، وأنه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. فعلى هذا: ومن الليل فسبحه، فقال قبلها: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، فهي صلاة الصبح، وقبل الغروب الظهر والعصر. ومن الليل فسبحه، الليل يكون فيه العشاءان الفجر والمغرب والعشاء، ومن الليل فسبحه أيضا يدخل في الليل صلاة التهجد. وأدبار السجود يعني سبحه أدبار السجود، وهي النوافل بعد المكتوبات، وهذا أيضا من الإطلاق. أحيانا يطلق التسبيح فقط على التنفل خاصة، ما الدليل على ذلك؟ تقصد إيه؟ صلى المغرب والعشاء جمع إيه؟ جمع تأخير في مزدلفة، فجمع المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا، أو لم يسبح بينهما، لم يسبح بينهما يعني لم يتنفل، لم يتنفل. كذلك قول ابن عمر: لو كنت إيه مسبحا لأتممت، في إصراره على إنه لا يصلي النوافل في الإيه في السفر، إصرار على ذلك يقول: لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة، كان أولى أن أتم الفريضة. لو كنت مسبحا لأتممت، مسبحا يعني مصليا النوافل، طبعا ما عدا الوتر والإيه الوتر وركعتين الفجر. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي استمع لما أخبرك به من أهوال القيامة يوم ينادي مناديها من مكان قريب، بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، بحيث يستطيعه جميع الخلق في هذا الموقف يعني سماع هذا النداء. واستمع ولم يبين ما هو الذي يستمع إليه، فورد الأمر هنا بالاستماع مطلقا ولم يقيد استمع إلى ماذا، ثم بينه بما بعده. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق،
يعني استمع لإيه؟ للصيحة بالحق. ففي ورود الأمر مطلقا ثم تبيينه بما بعده تهويل وتعظيم للمخبر به بما في الإبهام ثم التفسير من التهويل والتفخيم لشأن المحدث عنه. يوم يسمعون الصيحة أي صيحة البعث من القبور والحشر للجزاء بالحق، يعني بالأمر بالإجابة لله إلى موقف الحساب. ذلك يوم الخروج أي من القبور. إنا نحن نحيي ونميت أي في الدنيا بإصابة نور الحياة أو قطعه، وإلينا المصير أي مصير الجميع يوم القيامة. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا فيخرجون منها مسرعين، فيخرجون منها مسرعين كما قال الله سبحانه وتعالى في تبيين ذلك الموقف، وهو بيان أن الناس يخرجون من القبور مسرعين قاصدين نحو الداعي رغم عنهم طبعا ما في حد يستطيع أن يتكلم. يقول الله تبارك وتعالى يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون، وقال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون يعني يسرعون، ينسلون يعني يسرعون. وقال تعالى يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتكر مهطعين إلى الداع، مهطعين يعني مسرعين مادي أعناقهم على الأطح. وقوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، تشقق يعني بتزديد الشين بإدغام إحدى التعين فيها لأن هي أصلها تتشقق فأدغمت التاء في الشين فتزديدت الشين يوم تشقق الأرض. وقرأ الباقون بتخفيف الشين بحذف إحدى التائين يوم تشقق، يعني بدل يوم تتشقق حذفت إحدى التائين في الأولى أدغمت في الشين، في القراءة الثانية إيه؟ يوم تشقق الأرض يعني بحذف إحدى التائين. صراع جمع سريع وهو حال من الضمير المجرور في قوله عنهم أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم مسرعين إلى الداعي، والداعي هو الملك الذي ينفخ في الصور ويدعو الناس إلى الحساب والجزاء. ذلك حشر علينا يسير أي ذلك الإخراج لهم في موقف الحساب جمع لهم، يعني حشر علينا جمع لهم في موقف الحساب علينا سهل بلا كلفة. نحن أعلم بما يقولون يعني بما يقوله مشركو مكة من شريتهم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنكارهم قدرته تعالى على البعث، وهو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار أي بمسلط ومسيطر تقهرهم على الإيمان. تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار لا تقهرهم على الإيمان. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يعني بل إنما بعثت مذكرا ومبلغا، فذكر بما أنزل إليك من يخاف الوعيد الذي أوعد به من عصى وطغى فإنه ينتفع به. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومن دعاء قتادة رحمه الله تعالى اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك يا بار يا رحيم آمين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.